قبل ما نبدأ في التطبيق على هاي المعادلات، خلينا بس نشوف مع بعض بعض القوانين اللي احنا بنحتاجها. أولا محيط الدائرة، اللي هو بيساوي 2 باي ار. طبعا محيط اسمه سيركونفيرنس، سيركل سيركونفيرنس بتساوي 2 باي ار. اوكي، هلا مساحة الدائرة اللي هي باي ار تربيع. طبعا الدياميتر اللي هو دي بيساوي 2 ار، 2 ضرب نصف القطر. ار هي الراديوس، دي اللي هي الدياميتر. تمام. حجم، او قبل الحجم هنحكي عن مساحة الكرة. مساحة الكرة هي 4 باي ار تربيع. حجم الكرة 4/3 باي في ار تكعيب. المساحة الجانبية للأسطوانة، المساحة الجانبية للأسطوانة هي محيط القاعدة اللي هي محيط الدائرة ضرب الارتفاع اللي هو L. إذا 2 باي R مضروبة في L. حجم الأسطوانة، حجم الأسطوانة كأنك تأخذ مساحة القاعدة في الارتفاع. المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع، فأنت بتغطي قاعد كأنك قاعد تعمل إسقاط على الجدار. بينما لما تأخذ مساحة القاعدة وتعملها إسقاط، انت قاعد تاخذ الحجم بالكامل، فهي مساحة الدائرة اللي هي باي ار تربيع مضروبة في ال. تمام. الامر الاخير اللي بدنا نبلش فيه او نتكلم عنه قبل ما نبدأ في التطبيقات هي انه نتعرف على فكرة هذا الشابتر. هذا الشابتر طبعا، هذا القسم من هذا الشابتر بيتكلم عن ايجاد القيم الالكتريك فيلد لبعض الاشكال اللي الدكاترة بيرمزوا له برامز بسموه درس التكاملات، الطلاب بيستصعبوا منه. هذا الدرس إذا بدنا نبلش في التكاملات درس مزعج معقد شوي لأنه فيه تطبيقات رياضية كثير، لكن أنا بحب أذكركم إنه تنتبهوا كيف تحصلوا المعلومة اللي أنتم بتحتاجوها فقط بدون ما نبلش بالتفاصيل اللي ما إلها داعي. الامتحان مالتيبل تشويس، وبالتالي التكاملات ما راح نبلش فيها، راح نبلش في النتائج تبعت هاي التكاملات، لكن قبل راح اعلمكم كيف بيتم استخدام التكامل في الحل. توضيح، اولا لو اخذنا مثلا رد معناها قضيب زي هيك، قطعة موصلة طولها بيساوي ال على سبيل المثال. طلب مني احسب الالكتريك فيلد الناتج عنها عند نقطة تبعد مسافة A عن طرف هذا الرد، هذا اسمه رد. هذا بس توضيح كيف تطبيق التكاملات في الحل. طبعا عشان نحل هذا السؤال، التكامل فكرته انه بيعمل سكاننج، بيعمل مسح من بداية الرد الى اخره، لانه هذا المنطقة هي كلها مليانة شحنات، مش شحنة نقطية، كلها بتأثر على هاي النقطة. فبدنا نعمل ايش؟ بنعمل سكاننج من الطرف الى الطرف اللي هون. فشو بنعمل عشان نعمل سكاننج زي هيك؟ باجي على الجسم اللي هو الرد، بختار منه مقطع صغير، لان الجسم كله شحنته هي كيو. كيو هي شحنة الرد بالكامل. المقطع الصغير هذا شحنته هي دي كيو. السلك كله طوله ال، المقطع الصغير هذا عرضه هو دي اكس نسميها. هلا ليش سميناها دي اكس تحديدا؟ لانه الرد على محور الاكس، لو انه كان واقف وقوف بسميها دي واي. الان انتبهوا كويس، بعد المقطع الصغير اللي انت اخترته، ممكن اختاره هون، ممكن اختاره هون، انا بختاره بشكل عشوائي، بعده عن النقطة المطلوبة، النقطة المطلوبة هو اكس، بسميه اكس. تمام. الان باجي بقول الشحنة كاملة اللي هي كيو ينتج عنها مجال كهربائي هو اي، لكن لما تكون الشحنة هي دي كيو، شحنة صغيرة جدا، فالمجال الناتج عنها هو دي اي، يعني جزء من الاي. لذلك بنقول دي اي تساوي تكامل قبل التكامل، كي في الدي كيو على
ار تربيع باختصار شديد، هاي هي الفكرة. ويساوي، خلينا نعوض، كي اللي هي 9 في 10 9 الثابت، ار هي بعد النقطة المطلوبة عن الشحنة زي ما تعلمنا في البداية. النقطة المطلوبة اللي هي هون، بعدها عن الشحنة اللي احنا اخترناها هو اكس، الشحنة اللي هي دي كيو مش كيو، اذا على اكس تربيع. اوكي تمام. هلا دي كيو فعليا احنا بنتعامل مع الشحنة الطولية، اذا دي كيو هي لامدا مضروبة في ايش؟ في دي اكس. للسلك كاملا كيو الكلية تساوي لامدا مضروبة في ال. طب دي كيو ايش راح تكون؟ دي كيو راح تكون لامدا مضروبة في الدي اكس، الطول تبع الشحنة اللي اسمها دي كيو. كم طولها؟ طولها هو دي اكس. اذا دي كيو هي لامدا في دي اكس. تمام، اذا مكان دي كيو عوضنا لامدا في دي اكس، ممتاز. لكن ننتبه انه هذا هو دي اي، وانا فعليا بحتاج اني احسب اي. اذا اي بكامل الطرفين راح تكون تكامل كي في لامدا في الدي اكس على اكس تربيع. الان حدود التكامل، الان انا بشوف اكس من وين لوين بتتغير. اكس زي ما انتم شايفين هي لحد النقطة هاي، لحد هون. الان النقطة الشحن اللي انا اخترتها هون ممكن تكون في البداية ممكن تكون في النهاية، فانا راح اختارها في بداية السلك ابعد ما تكون عن النقطة، واعمل سكانينج لحد ما اوصل للطرف الثاني. طيب اذا هاي هي حدود التكامل، لما تكون دي كيو ابعد ما يمكن واقرب ما يمكن. طيب ابعد ما يمكن لما تكون هون قديش بتكون قيمة الاكس؟ اكس بتكون هي ال زائد ايه، اللي هي طول السلك زائد الايه الصغيرة، ال زائد ايه. طيب لما تكون الشحنة ابعد ما يمكن ايش راح تكون؟ راح تكون بتساوي ايه. الاصل احنا ناخذ من اقرب الى الابعد، من اقرب ما يمكن الى ابعد ما يمكن. يعني لما تكون الدي كيو في اقرب مكان هون بكون بعدها عن الشحنة هو ايه فقط. اذا نبدأ من الايه، عفوا، ننتهي بالال بلس ايه، ال زائد ايه. اقرب ما تكون هو ايه، ابعد ما تكون هو، نبدأ من المسافة القصيرة للكبيرة الى ال زائد ايه. مرة أخرى، لما تكون الدي كيو هون بعدها عن النقطة هو ايه، إذا اكس قيمتها هي ايه. هاي حدود التكامل الأول، الحد الأول، الحد الأخير لما تكون دي كيو أبعد ما يمكن البعد هو ال زائد ايه بهذا الشكل. لأن لو عملنا تكامل راح يطلع معنا كي في لامدا، لأن دي اكس هذول ثوابت، دي اكس على اكس تربيع من ايه إلى ال زائد ايه، ويساوي كي في لامدا. ايش تكامل دي اكس على اكس تربيع؟ تكملها ناقص واحد على اكس من ايه الى ال زائد ايه، فبيطلع معانا ويساوي كي في لامدا في ناقص واحد على ال بلس ايه ناقص ناقص واحد على ايه. تمام؟ اوكي. الان لو عملنا رد تبادلي راح يطلع معانا، طبعا هاي راح تصير زائد، راح يصير بدلوا اماكنهم، حطوا واحد على ايه ناقص الواحد على ايه ناقص ايه، راح يصير كي في لامدا في واحد على ايه، خلينا نكتبها بالاول، ناقص واحد على ال بلس ايه، ويساوي كي في لامدا في ضرب تبادلي ال بلس اي ناقص اي على اي في ال بلس اي. طبعا اي ناقص اي راح تروح، فراح يطلع الجواب كي في لامدا في ال على اي في اي زائد ال. زي ما انتم شايفين A هي بعد الطرف القريب، L زائد A اللي هي داخل القوس هي بعد الطرف البعيد عن النقطة، يعني ال A مع ال L كاملة. لامدا في L بذكركم هي عبارة عن Q، لامدا ضرب L فعليا هي عبارة عن Q، وبالتالي ممكن نكتبها K في Q على A في A زائد L. هذا توضيح لتكامل كيف بيصير.
وبالتالي لو كان السؤال مالتيبل تشويس، اجى الامتحان مالتيبل تشويس وحكى هذا الشكل التكامل الخاص به هو، وراح كتب لي 4 أو 5 تكاملات اختار انا من بينها، بدي اكون فاهم شو الشغل اللي اشتغلنا، انه اي تساوي كي في لامدا دي اكس على اكس تربيع وهكذا. الان مرات في بعض الاحيان بحب يعملنا ترك في السؤال. الترك ايش هو؟ لامدا ما بتكون ثابتة، بيعطيني لامدا مثلا بيحكي لي انه لامدا اكتبها هون تساوي لامدا نوت مثلا في اكس، يعني لامدا متغيرة، كل ما تكون قيمة اكس هاي كبيرة بتكون قيمة اللامدا اكبر. اوكي، في هاي الحالة شو بنقول؟ بنعوض مكان لامدا نوت اللي هي ثابت ضرب اكس، وبنختصر الاكس مع التربيع اللي تحت، بصير في التكامل دي اكس على اكس، تكامله هو لن الاكس، فبتغير شكل الجواب. وبالتالي احنا شو بنكون مرنين وفاهمين كيف طريقة الحل. غالبا في التكاملات اذا بده يجيب صيغة تكامل من ضمن الاختيارات راح تكون على المسألة هذه، عشان هيك انا حبيت اني احلها. الان الجزء اللي انا ما بحبه، الجزء اللي انا بكرهه في هذا الدرس اللي انا مضطر اكتب لكم اياه الان، هي مجموعة قوانين لبعض الاشكال ومضطرين انكم تحفظوها. انا بكره الحفظ، بأمن من الطالب لازم يكون فاهم كل شيء كيف اجى، لكن صدقوني يعني الاشتقاقات كلياتها بالنسبة لطبيعة الامتحان اللي راح يجي ما راح تفيدكم كثير. اللي بهمنا نعرف كل شكل وايش هو القانون الخاص فيه، لانه التطبيق عليه في الامتحان راح يكون تطبيق مباشر جدا، لكن لازم نكون فاهمين كل رمز في القانون ايش معناه. الان راح نبدأ في كتابة كل شكل ونكتب القانون اللي بخص هذا الشكل. اوكي تمام. اول شكل احنا راح نتطرق له هو الرد اللي اشتقناه قبل شوي. الرد له 3 حالات. الحالة الأولى انه يجيب لي هذا الرد هيك طوله ال السير اللينير تشارج دنسيتي له هي لامدا، بكون معطيني اياها بالسؤال. وحطوا في بالكم دائما انه اذا اعطاني ال لامدا اذا تلقائيا انا عرفت قيمة الكيو، اذا اعطاني ال وكيو انا عرفت قيمة لامدا، اذا اعطاني لامدا وكيو عرفت قيمة ال. فبدنا ننتبه انه اذا عرفنا تنتين من هدول الثلاثة هي نعرفها تلقائيا، مطلوب نطلع الالكتريك فيد مثلا عند النقطة سي اللي بعدها عن طرف السلك، خلينا نعتبرها بلاش نحطها ايه، خلينا نعتبرها مثلا دي كابيتال على سبيل المثال. في هاي الحالة اي الناتج عن الرد عن الشحنة الكهربائية للرد عند النقطة سي يساوي كي اللي هي 9 × 10^-9 في لامدا في ال اللي هي عبارة عن كيو مقسومة على دي في دي زائد ال. هاي اللي احنا اشتقيناها قبل شوي، اللي هي هاي، هي نفسها هاي. اوكي تمام. الان يا شباب بدكم تنتبهوا، بدنا نكون منتبهين منيح. مرات شو بيعمل؟ مرات بيحكي لي في السؤال انه انا في عندي شحنة كهربائية a uniform charge was distributed along the y axis from y تساوي 2 to y تساوي 8 مثلا. شو خلينا نعيد، حكى لي انه انا في عندي شحنة كهربائية منتظمة وزعناها على محور الواي من عند اكس بتساوي 2، هاي اكس بتساوي 2 لعند اكس بتساوي 8. اذا هاي هي الشحنة. لما تكون شحنة من 2 لل 8 هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن رد. كم قيمة ال له الرد لهذا الطول لهذا الرد هو من 2 ل 8 هي 6 سنتيمتر. تمام؟ الان بكون معطيني مثلا هو انه كيو الشحنة هاي بتساوي لنفترض مثلا 12 مايكرو كولوم. شو المطلوب؟ What is the electric field at the center at the origin عفوا هون في هاي النقطة at the origin O اللي هي عند ال X أو Y بتساوي صفر.
فبنحكي في هاي الحالة هذا يعتبر رد وهذا هو القانون. خلينا نشوف ك اللي هي 9 في 10 أس 9، لامدا ضرب ال مع بعض هي عبارة عن كيو، وكيو معطاة في السؤال هي 12 مايكرو كولوم، دي هي بعد النقطة المطلوبة عن طرف الرد اللي هي راح تكون بس 2 سنتيمتر، 2 في 10 أس سالب 2، دي زائد ال هي بعد الطرف النقطة عن الطرف الثاني اللي هي راح تكون من 0 لل8 اللي هي 8، أو إذا بدكم الدي اللي هي 2 زائد ال اللي هي 6. تمام؟ إذا ضروري جدا لما نشوف هيك سؤال على الأشكال اللي راح نحكيها نحدد الأشياء اللي في القانون. ال كيو دي، دي بتساوي 2 سنتيمتر اللي هي بعد النقطة عن الطرف، هاي هي الدي. أوكي؟ فالتعويض راح يكون تعويض مباشر. طبعا انتوا لما تعرفوا القانون وتحفظوه وتشوفوا الاسئله السنوات السابقه كيف بيكون شكلها، راح تشوفوا كيف انه التطبيق بيكون تطبيق بسيط ومباشر جدا. هاي اول حاله من حالات الرد. الحاله الثانيه اللي عندنا اللي هي خلينا نسميها الحاله بي، ايضا في حاله الرد لو كان جايب لي الرد بهذا الشكل، طوله هو ال، يعني بتوزع مثلا لو اعتبرنا احنا هون الاوريجين من ناقص ال على 2 ل ال على 2، طلب مني اطلع الالكتريك فيلد هون في هاي النقطة اللي خلينا نسميها سي، بعدها عن منتصف الرد هو واي. تمام؟ اوكي، لو سمينا الزاوية هاي اللي هون ثيتا نوت، راح تكون طبعا هي نفس الزاوية اللي من الطرف الثاني، هي نفسها هاي ثيتا نوت. في هاي الحالة y تساوي e تساوي ايش قانون الاي في هاي الحالة؟ 2 k في لامدا في ساين ثيتا نوت مقسوم على y، او نفس القانون بس بشكل اخر، اي تساوي 2 في كي في لامدا، وهي الواي 2 كي لامدا على واي. طيب الان بدي اعوض مكان ساين ثيتا نوت، ايش ساين ثيتا نوت بيساوي؟ ساين هو المقابل على الوتر، المقابل هو ال، ساين ثيتا نوت هو ال على 2، ال على 2 هي ال على 2 راح تروح ل2 مع ال2 مقسوم على الوتر، الوتر اللي هو الجذر، الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع تحت الجذر. الضلع الأول اللي هو الواي، واي تربيع، الضلع الثاني اللي هو ال على 2 اللي هي المسافة هاي اللي هي راح تكون ال تربيع على 4. طبعا الاثنين راح تروح مع الاثنين، فأصبح شكل القانون كي في لامدا في ال، مرة أخرى لامدا في ال هي كيو، كي في لامدا في ال يعني ممكن ما يعطيني بالسؤال لامدا، يعطيني بس ال ويعطيني الكيو، وانا بحت كيو بعوضها في البسط وال بحتاجها تحت في المقام، اذا راح يكون كي في لامدا في ال على واي في جذر الواي تربيع زائد ال تربيع على 4. لاحظوا انه يعني شوي تف، يعني هيك مزعج شوي صيغته. الحالة الثالثة والأخيرة بالنسبة للرد اللي عندنا نفس الحالة الثانية بالضبط، لكن لو كان ايش ماله هذا السلك، هذا الرد كان انفينيت. انفينيت يعني ما في عندنا ال، ال هاي راح تروح. اوكي، لو كان انفينيت تخيلوا والله يا شباب، لو كان انفينيت يعني هذا ممدود هيك على الطرف على الاخر طويل، وهذا بده يكون من هون طويل، وبالتالي شوفوا كيف لو كان هذا هو الرد مثلا، هاي بدها تكون قيمه هيك لو حطيناها هاي هي ثيتا نوت. طب لو كان الرد طويل 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 بتبدأ هاي تمتد 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 تمتد، لو كان طويل جدا هيك رايح الى ما لا نهاية، ايش بصير في هذا الضلع؟ بده يطول يطول يصير هيك. اذا ايش بصير بقيمة ثيتا نوت اللي هون؟ راح تصبح قيمتها 90 درجة. اذا حكالي في السؤال انه هذا الرد is an infinite رد، هاي الحالة شو بدنا نسميها؟ بدنا نسميها finite رد، يعني رد محدد، بينما هون في عنا ايش؟ في عنا infinite
infinite rib. تمام. مطلوب طبعا نحسب وين؟ نحسب هون على بعد y من هذا الرد. طبعا اي نقطة بقدر اعتبرها المنتصف لانه هو طوله انفينيت. كل اللي انت بتحتاج تعمله تيجي على هذا القانون نفسه، وبدل الثيتا نقطة تعوض 90 درجة. فشو راح يصير؟ 2 في k في لامدا سين 90 اللي هي 1 على y. اذا في هاي الحالة اللي هون سمينا النقطة هاي هي c، e عند النقطة c تساوي 2 في k في لامدا على y. هذا مرشح يجي في الاختبار اكثر من اللي فوقه بكثير. اوكي تمام. بقيت نقطة أخيرة عن هذول الثلاث، وهي إيش؟ اتجاه الـ E، اتجاه الإلكتريك فيلد، اتجاهه. الاتجاه ما بتغيرش، عشان نعرف الاتجاه شو بعمل؟ بنحط هون شحنة موجبة صغيرة. إذا الرد كانت شحنته موجبة، موجب مع موجب، إيش راح يكون؟ تنافر، هذا هو اتجاه الـ E. هون، إذا طبعاً بحط هون موجب صغير، لو كان الرد كله موجب، الآن موجب مع موجب، كأنه هذا كله موجب بعتبره. باخذ الطرف انت لوحده، موجب مع موجب تنافر، لا هيك بهذا الربع، الربع الثاني موجب مع موجب كمان تنافر هناك. لاحظوا لما نحلل هذول المتجهين، واحد هيك واحد هيك، لما نحللهم الاكس والاكس عكس بعض بيلغوا بعض، الواي والواي بيعيشوا. اذا راح يكون الاتجاه وين فقط؟ بس باتجاه الواي. اذا هذا هو اتجاه الاي في هاي الحالة، اتجاهه راح يكون بهذا الشكل. لو كان سالب بكون الاي باتجاه الاسفل، لو كان سالب بتكون الاي هون باتجاه اليسار. هون نفس الكلام، اذا كان الرد هذا موجب بتكون الاي باتجاه الاعلى، واذا كان سالب بتكون الاي باتجاه الاسفل. ترى شباب ديروا بالكم احيانا في الامتحان بجيب الرسمه هيك، فما تغرق بشبر مي عادي. اذا جابك اياها بهذا الشكل يعني الرد واقف وقوف، شو بتعمل انت؟ لف الورقه، بس اعملها بهذا الشكل. تمام، هذا بالنسبة للرد. ننتقل الآن لشكل آخر غير الرد. اللي هو رينج. رينج يعني حلقة. حلقة يعني زي الخاتم، زي الخاتم بالضبط. لنفترض انه الراديوس، طبعا الراديوس بقدر اسمي رمزه R، اسميه A، B، انا حر. انا بحب اسمي الراديوس للرينج R. مركز الرينج بدي اسميه C. المطلوب يا شباب بدنا نطلع المجال الكهربائي الناتج عن هذا الرينج هون عند النقطة A مثلا، حيث A بعدها عن السنتر للرينج مسافة X. اوكي تمام. نقول طبعا شحنة الرينج هي كيو. لو كان معطيك في السؤال لامدا، ما اعطاك كيو، تطلع منها كيو. كيو ايش بتساوي؟ لامدا في ال. ال هي طول هذا الرينج، الطول يعني طول المحيط، اذا بنعوض قيمة محيط الدائرة، اذا راح تكون لامدا في 2 باي ار. هاي هي كيو. اذا كان في السؤال معطيني لامدا وانا بحتاج اعوض كيو في القانون زي ما راح نشوف كمان شوي، فكيو هي لامدا مضروبه في 2 باي ار، لامدا ضرب 2 باي ار. اوكي تمام. القانون بدون الشقاق، اي عند النقطه اي يساوي هون كي، هذا ثابت بتغيرش، في كيو اللي هي شحنه الرنج الكليه في اكس بعد النقطه عن السنتر للرنج. كل هاي مقسومة على x تربيع زائد r تربيع الكل اس 3 على 2. اوكي تمام. لاحظ x تربيع زائد r تربيع اللي هي الوتر بهذا الشكل. ممتاز.
طيب افترض انه طلب منك تطلع الالكتريك فيلد الناتج في السنتر للرينج، الاي في السنتر كم؟ الاي في السنتر، السنتر هي النقطة اللي بعدها عن السنتر هو صفر، يعني نفس القانون لكن بعوض مكان اكس بزيرو، يعني كأنك رجعت النقطة A لعند السنتر، أصبحت اكس بتساوي صفر. حط مكان اكس هون صفر، حط مكان اكس هون صفر، هاي هي المؤثرة. لما تحط مكان اكس هاي صفر، شو بيطلع الجواب كله؟ زيرو. إذا إي في مركز الرينج بتساوي زيرو. تمام. قبل ما ننتقل للشكل اللي بعده، ضل بس أسألكم عن اتجاه الإلكتريك فيلد. اتجاه الإلكتريك فيلد إذا كانت الرينج بالكامل موجب الشحنة، فتخيل الطرف اللي هون موجب والطرف اللي هون موجب، وإحنا أصلا بنحط هون شحنة موجبة، موجب مع موجب تنافر، راح يكون بهذا الشكل. موجب مع الموجب اللي هون تنافر، راح يكون الاثنين عكس بعض، واحد فوق واحد تحت، المركبات العمودية. إذا اللي راح يعيش فقط باتجاه إيش؟ باتجاه امتداد الرينج، هذا هو اتجاه الإي. لو كانت شحنات الرينج سالبة، راح يكون الإي نحو الداخل، نحو اليسار. طيب لنفترض مثلا إنه جاب لك حالة خاصة، حكى لك انه نص الرينج اللي فوق موجب ونص اللي تحت سالب. نص اللي فوق موجب، اذا اتجاه الاي تنافر. نص اللي تحت سالب، اذا اتجاه الاي تجاذب. لاحظين شباب؟ خليني اوضحها هون. لو تخيلنا انه الرينج هيك، اللي فوق كان موجب مثلا واللي تحت كان سالب. الآن بالنسبة للقانون ما راح يتغير في شيء، القانون ما بيتغير، لكن الإشكال راح يكون وين؟ بالنسبة للاتجاهات. إشكال بالنسبة للاتجاهات راح يكون عندي موجب مع موجب تنافر، راح يكون عندي سالب مع موجب تجاذب. إذا المركبات السينية تلغي بعضها، واللي بيعيش فقط المركبة العمودية. إذا رح يكون اتجاه الإلكتريك فيلد وين؟ بهذا الشكل، هذا هو اتجاه الـ E. أوكي، تمام. الشكل الثالث اللي بهمنا الآن، اللي هو الديسك. الديسك يعني زي رغيف الخبز. هذا هو السنتر، نقطة سي مثلا، مطلوب نطلع على بعد اكس منه عند النقطة A على سبيل المثال. طبعا الراديوس هو R. طبعا في حالة الرد، توزيع الشحنات على الرد هو توزيع طولي، عشان هيك بتعامل مع لامدا. بينما في حالة الديسك توزيع سطحي، إذا أنا بتعامل مع مين؟ بتعامل مع سيجما. ولذلك لو حبينا نحسب قيمة كيو للرينج بالكامل، كيو ايش راح تكون؟ سيجما في A. ايش هي الاريا للرينج للديسك عفوا؟ الاريا هي مساحة الدائرة، هي باي ار تربيع لو حبينا. اوكي، اي تساوي قانون ثابت بتغيرش، 2 باي كي في سيجما، واحد ناقص اكمل تحت اكس على جذر الار تربيع زائد اكس تربيع. خليني اعيدها هون مرة ثانية احسن علشان تكون جنب بعضها، 2 باي في كي في سيجما، واحد ناقص اكس جذر ار تربيع زائد اكس تربيع بهذا الشكل. اكس اللي هي هاي المسافة، ار تربيع زائد اكس تربيع هي الوتر، سيجما هي كثافة الشحنات السطحية. فأحيانا يعني ممكن ما يعطيك في السؤال سيجما، يعطيك كيو. فإذا أعطاني كيو، ايش راح تكون سيجما بتساوي؟ كيو على باي ار تربيع، سيجما تساوي كيو بيجي من هون على باي ار تربيع. اوكي، إذا قانون مباشر. تمام،
الآن في عندنا شكل في غاية الأهمية، شكل مهم جدا، اللي هو نسميه إحنا سيمي سيركل. سيمي سيركل، سيمي سيركل المقصود فيه يا شباب جزء من رينج، جزء من حلقة. تخيل حلقة بهذا الشكل، ناخذ الوضعية المثالية انه هاي الحلقة بتغطي تقريبا زاوية مقدارها 180 درجة. هون هو سنتر الحلقة. طبعا قبل ما نكمل، بس هون لو كانت الصفيحة موجبة، الديسك موجب، راح يكون اتجاه الاي بهذا الشكل. لو كان الديسك سالب راح يكون الاي بالعكس. كانه دائما، كانها تخيلوا دائما الجسم، حتى لو كان رينج، حتى لو كان رود، حتى لو كان ديسك، تخيلوا كله كانه بوينت شارج، والشحنة ايش؟ الاي بيكون طالع منه اذا كان موجب، وداخل فيه اذا كان سالب. اوكي، حتى السيمي سيركل بقدر اتخيله كله على انه ايش؟ على انه بوينت شارج، وبالتالي راح يكون اتجاه الاي في هاي النقطة لوين؟ للأسفل، راح يكون باتجاه الأسفل. تمام. الآن إيش اللي حيعطيني إياه في السؤال؟ حيعطيني الراديوس R، حتكون معطاة، حيعطيني لامدا. طبعا أنا مباشرة لازم أربط بين، يعني أعرف كيف أجيب الـ Q دايما في كل الفروع. Q أنا بتعامل الآن مع شحنة طولية، إذا راح تكون لامدا في L. لكن خلينا نتفرج كويس، إيش هي L؟ L هي نصف محيط الدائرة، هي مش دائرة كاملة، هي نص دائرة، فال هي نصف هذا المحيط. محيط الدائرة هو 2 باي ار، إذا نصف المحيط هو باي في ار. إذا لو أعطاني ار ولامدا هيك بجيب كيو، إذا أعطاني ار وكيو لامدا هي كيو على باي ار، وهكذا. هيك بنحسب قيمة كيو إذا حبينا. الآن بدون ما ندخل بالاشتقاقات، خليني أعطيكم إياها بشكل واضح ومباشر. إي عند النقطة سي تساوي في السنتر، وطبعا اتجاهها هيك إذا كانت موجبة، وبالعكس إذا كانت سالبة. أنا برسم الاتجاه في حالة الموجب. وقبل ما أحكي عن القانون، لو كانت هيك، هاي مثلا موجبة وهاي سالبة، هي ليش اصلا طلعت هي بالاتجاه الاسفل؟ كاني اخذت نقطة هون ونقطة هون، هاي راح تكون بهذا الشكل لهناك، وهاي راح تكون باتجاه، سوري انا مش مبين، لو اخترنا نختار نقطة هون ونقطة هون فعليا، هاي راح تكون باتجاه في الربع الثالث، وهاي راح تكون في الربع الرابع، بنحللهم اليمين واليسار بيلغوا بعض، فبصفي المحصلة باتجاه الاسفل. هاي الفكرة. الان لو كان في عندي، لو كان في عندي جزء موجب جزء سالب، الموجب راح يعطيني اتجاه الاي لهون، السالب راح يعطيني اياه لهناك بهذا الشكل. فلما نحللهم الى مركبتين، اللي فوق واللي تحت بيلغوا بعض، فشو اللي بيعيش؟ اللي بيعيش اللي بينهم فقط. اذا راح يكون اتجاه الاي باتجاه اليسار، اتجاه اليسار. لكن انا شو بعمل؟ بعتبر انه كل واحد لوحده، طبعا من هذول الجزئين بعتبر هاي حلقة نصف قطر أو زاويتها 90 درجة، وهاي زاويتها 90 درجة، وبحسب كل واحد لحاله وهكذا. مش مشكلة. طيب إيش قانون السيمي سيركل؟ السيمي سيركل قانونها هو كي في لامدا على ار. إذا لو كان معطيني كيو بدي راح احسب لامدا، انا بطلع لامدا مضروب في ساين ثيتا 1 زائد ساين ثيتا 2. هذا هو القانون. طب ايش هي ثيتا 1 وايش هي ثيتا 2؟ تفرجوا كويس والله. ثيتا 1 هي الزاوية من المنتصف، من منتصف السيمي سيركل إلى طرف السيمي سيركل، من جهة اليسار هاي بنسميها ثيتا 1،
ومن جهة اليمين هاي بنسميها ثيتا 2. فمثلا الشكل هذا كم الزاوية من جهة اليسار؟ هي 90 درجة، إذا ساين 90. من جهة اليمين هي 90 درجة أيضا، ساين 90. ساين 90 زائد ساين 90 يعني 1 زائد 1 بيطلع 2، 2 كي لامدا على ار. تمام؟ من الحالات الخاصة اللي ممكن تيجي على هاي المسألة إنه يجيب لي مثلا زي هيك، شكل زي هيك، يعني هون ثيتا 1 تساوي 90، ثيتا 2 تساوي 90. لو جاب لي شكل زي هذا، شو بنقول؟ بنقول من جهة اليسار ثيتا 1 تساوي 0، ما في. من جهة اليمين ثيتا 2 تساوي 90 درجة. إذا شو راح يطلع الناتج؟ كي في لامدا على ار في ساين الصفر صفر، ساين التسعين اللي هو 1، فالجواب هو كي لامدا على ار. مثلا لو كان الآن الشكل هيك، هيك اجى حكى لي مثلا انه الزاويه هاي اللي هون هي 30 درجه مثلا، على طول شو انا بستنتج؟ باخذ على طول خط في المنتصف، هاي راح تكون من المنتصف لهون هي 60 درجه، من المنتصف لهون هي 60 درجه. ممكن ما يكونش متساويات، لو كانت هاي 20 هاي راح تكون 70 درجه. اذا انا بستنتج هون انه ثيتا 1 تساوي 60، ثيتا 2 تساوي 60. لما نعوض ايش بنعوض؟ ك في لامدا على ار في ساين ال 60 زائد ساين ال 60، وبنحسبها من الآلة الحاسبة. هذا بالنسبة لمين؟ هذا بالنسبة يا شباب للسيمي سيركل. اوكي، الآن تشابتر 23 خلص، لكن تشابتر 24 بيحتوي على مجموعة قوانين تلحق بتشابتر 23، يعني بدها شوية حفظ. فأنا بفضل إني أكتب لكم إياهم هون عشان تحفظوهم كلهم مرة واحدة، ولما ندخل في تشابتر 24 إن شاء الله بنفصل كيف بنحصل على هاي القوانين اللي هو باستخدام قانون جاوس. أول شكل الآن بهمنا، خلينا نكمل على الترتيب اللي بدأنا فيه، خلينا نعتبره رقم 6. لو كان في عندي سفير conducting سفير أو spherical shell، spherical shell أو conducting sphere. هلا إذا كان عندي كرة موصلة، انتوا عارفين اول شيء شو معنى شل؟ شل معناها قشرة كروية زي كرة القدم، من جوا مجوفة، هاي معنى كلمة شل. وبالتالي هاي الكرة المجوفة ممكن تكون كرة موصلة او كرة عازلة. لكن لما يكون عندي انا شل واحط عليها شحنات كهربائية، راح تكون الشحنات الكهربائية موجودة فقط على السطح الخارجي، لانه جوا ما في مادة تمسك الشحنات. اذا راح اتعامل مع السطح الخارجي، راح اتعامل مع مساحة. ومن جوا ما في شحنات. هلا الكوندكتنج سفير لها حالتين، يا اما بتكون هاي الكوندكتنج سفير ايضا هي شل، وبالتالي نفس حكم الشل نفس حكم القشره، او بتكون الكوندكتنج سفير سوليد مصمته. لكن حتى لو كانت مصمته، حتى لو كانت سوليد، شو بنقول؟ بنقول انه اذا وضعنا شحنات داخل الكره الموصله، الموصل يسمح للشحنات بالحركه، يسمح لها تتحرك، فتبدا الشحنات تتنافر مع بعضها البعض، تتنافر بتبعد عن بعضها البعض، الوسط يسمح لها بالتحرك بتبعد عن بعضها، بتتجمع على السطح الخارجي. اذا ايش استفدنا؟ ولا شيء. الشحنات في حاله الكره الموصله سواء كانت قشره او غير قشره، او اذا ذكر لي في السؤال انها قشره عازله ما بفرق الحل، راح تكون وين الشحنات موجوده؟ على السطح الخارجي. اذا انا بتعامل مع المساحه الخارجيه، ما بتعامل مع الحجم الداخلي للكره. هي مثلا الكرة، تعاملنا هي R، هي الراديوس للكرة. الشحنات راح تكون موجودة على السطح الخارجي. الآن الشحنات تعطى بطريقتين يا شباب، يا إما بيعطيني كيو يا إما بيعطيني سيجما، واحدة منهم.
لكن حط في بالك اذا اعطاك واحدة لازم تكون قادر انك تطلع الثانية. اذا اعطاك سيجما كيو تساوي سيجما في ايه، في المساحة، مساحة الكرة 4 باي ار تربيع. ار اللي هي مساحة الكرة نفسها، نصف قطر الكرة نفسها، لأن الشحنة موجودة على السطح الخارجي للكرة. كم مقدار كيو في الداخل؟ كم الشحنات في الجوة؟ الجواب هو صفر. أوكي، الآن هاي الكرة الموصلة سواء أعطاني سيجما أو كيو، بنعرف كيف نحول بيناتهم. راح يطلب منك تحسب المجال في واحدة من الثلاث مناطق هدول. إما راح يطلب منك تحسب المجال داخل الكرة هون عند R1، أو راح يطلب منك تحسب عند هون عند R2. هاي المسافة كلها اسمها R2. أو راح يطلب منك تحسب وين؟ هون على السطح نفسه اللي هي R3. فبنقول at R1، R1 طبعا ايش راح تكون؟ اللي هي أصغر من R capital. E تساوي 0، يعني هاي الـ E اللي هي inside السفير، داخل الكرة. يا شباب مش بس الكرة، أي جسم موصل في الدنيا قيمة المجال الكهربائي داخله يساوي صفر دائما. إذا E inside تساوي 0. ممتاز. at R2 اللي هي أكبر من R كابيتال، يعني في الخارج، إذا طلب أحسب الإلكتريك فيلد خارج الكرة. أنت لما تنظر إلى الكرة من الخارج تكون أنت بعيد عنها، شو راح تشوفها؟ راح تشوفها كأنها بوينت شارج. ولذلك القانون للكرة الموصلة عند أي نقطة تقع خارج هاي الكرة هو نفس قانون البوينت شارج، الشحنة النقطية. إذا ايش راح يكون الاي في هاي الحالة اللي هي اوتسايد؟ راح يساوي كي اللي هي 9 في 10 اس 9، او الواحد على 4 باي ابسلون نوت اذا بدك، في كيو اللي هي شحنة الكرة على ار تربيع، طبعا الار 2 اللي هي ار خارج الكرة. تمام، نفس قانون البوينت شارج. لو حبيت الان انك تعوض قيمة بدل كيو تحط سيجما، انت حر، فبصير تكتبها كي في كيو اللي هي سيجما في 4 باي ار كابيتال تربيع اللي هي جايه من الكيو على ار سمول تربيع. لو حبينا نختصر، نتذكر انه الكي هي 1 على 4 باي 4 باي ابسلون نوت، يعني بقدر اكتبها بشكل مختصر ايش؟ سيجما راحت ال 4 باي في ار تربيع على ابسلون نوت في ار سمول تربيع. واضح يا شباب؟ يعني كانه الاي اوتسايد هذا هو قانونها. هذا متى بستخدم اللي فوق؟ اذا كان معطيني كيو في السؤال، اذا اعطاني كيو مباشره بستخدم اللي فوق اللي هو قانون البوينت شارج نفسه. اذا اعطاني في السؤال سيجما بستخدم اللي تحت. لكن تقدر انت خلص تحفظ واحد منهم وتقول اذا اعطاني سيجما بطلع انا كيو بعدين بعوض كيو فوق، نفس الاشي، ما في اي اشكال. اوكي اوكي طيب ات ار تساوي ار كابيتال، احنا سميناها ار 3. الان لما تكون ار بتساوي ار كابيتال كانك انت في المنطقه الخارجيه هون ورجعت لورا لحد ما وصلت لعند السطح. اذا باجي على هذا القانون او القانون اللي فوق، بدل ار سمول بحط ار كابيتال. اذا شو راح تكون اي بتساوي؟ اي هاي على السطح بتساوي كي في كيو على ار كابيتال تربيع، او اذا بدك اياها دلاله سيجما حط بدل ار كابيتال حط ار سمول، او العكس حط هون ار كابيتال، بيلغوا بعض، راح يطلع الجواب ايش؟ سيجما على ابسلون نوت. ممتاز. هذا ايش يا شباب؟ هذا بالنسبة للكرة الموصلة أو القشرة الكروية، نفس الاشي. ممتاز. الآن ناخذ الشكل اللي بعديه اللي هو لو كانت الكرة مش موصلة، لو كانت الكرة عازلة، كرة عازلة ومن جوا في مادة، في ماتيريال، شو بيطلع معنا؟ سبعة اللي هي ايش؟
سوليد انسوليتر سفير، كرة عازلة مصمتة. مصمتة يعني ايش حكينا؟ يعني ليست فارغة، مصمتة. انسوليتر يعني عازلة. الآن أنت عندك كرة عازلة، عازلة معناها لا تسمح للشحنات بالحركة، وبالتالي إذا بتحط أنت شحنات في داخلها ما راح تتحرك تروح وتيجي، راح تضلها في الداخل. إذا راح نتعامل في هاي الحالة مع مين؟ راح نتعامل مع رو، مع كثافة الشحنات الحجمية، يعني داخل الكرة يوجد شحنات. أيضا راح يطلب منك في هاي الحالة تحسب الالكتريك فيلد في ثلاث مناطق، R داخل الكرة، R خارج الكرة، R على سطح الكرة. قبل ما نبدأ دائما يا شباب بدنا نربط بين Q وبين R، لأنه ممكن يعطي بين Q وبين رو. إذا أعطاني في السؤال رو أوكي، إذا أعطاني في السؤال Q أوكي، طب إذا أعطاني رو وأنا بدي أشتغل على Q لازم نعرف كيف نحول بينهم. Q هي رو في الفوليوم في الحجم، إيش حجم الكرة؟ 4 على 3 باي في ار كابيتال تكعيب، انا بتكلم عن شحنة الكرة كلها، باخذ حجم الكرة كلياتها، حجم الكرة اللي بتحتوي على الشحنات. انا بتكلم عن كيو، هذا هو علاقة كيو برو. ممتاز. الان نيجي على المنطقة الأولى لما تكون ار أصغر من ار كابيتال، يعني احنا وين شغالين؟ شغالين داخل الكرة. في هاي الحالة اي تساوي، راح اكتب لكم قانونين، واحد بدلالة كيو واحد بدلالة رو عشان انت تتعوض بسرعة في الامتحان. اي تساوي كي في كيو في ار على ار تكعيب. هذا ايش كان معطيني بالسؤال؟ كان معطيني كيو، هي كي في كيو في ار على ار تكعيب. طب اذا في السؤال كان معطيني رو مش معطيني كيو، اوكي بقدر اطلع انا رو من 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 رو اطلع كيو واعوض هون، ما في اشكال. لكن لو بدي قانون مباشر لحساب الاي من خلال رو، شو بنقول؟ بنقول اي تساوي رو في ار على 3 ابسلون نوت. هاي هي الالكتريك فيلد في المنطقة الموجودة داخل الكرة، في المنطقة الموجودة داخل الكرة. لاحظوا علاقة الإي سواء هون أو هون مع آر علاقة خطية، خطية لو رسمناها بتطلع زي ما تعلمتوا بالتوجيهي، في المنطقة الداخل هيك خط طالع طلوع، بعدين بصير علاقة عكسية. نيجي الآن للمنطقة الثانية اللي هي لما تكون آر أصغر من آر كابيتال، سوري أكبر الآن، آر أكبر من ار كابيتال. يعني وين احنا بدنا هلا نشتغل؟ بدنا نشتغل اوت، خارج الكرة، خارج الكرة. بنقول في هاي الحالة اي تساوي، ايش هو القانون اللي بيعتمد على كيو؟ نفس قانون البوينت شارج يا شباب. انت الان خارج الكرة راح تشوفها كأنها بوينت شارج، فراح يكون القانون هو كي في كيو على ار تربيع. طيب اذا بدك القانون دلالة رو راح يكون كالتالي، بس عوض مكان الكيو بدلالة الرو هون، والكي هي 1 على 4 باي ابسلون نوت، فراح يطلع الجواب رو في ار تكعيب على 3 ابسلون نوت ار تربيع، علاقة عكسية مع ار تربيع. اوكي انتبهوا شباب، ار تكعيب كابيتال اللي هي ثابتة بتكون على ار تربيع، ار تكعيب على ار تربيع. اوكي تمام. اذا بدني الان احسب الالكتريك فيلد في المنطقة الموجودة على السطح ار تساوي ار كابيتال، الان شو بتعمل؟ بتيجي على هذا القانون او على هذا القانون، بتحول بدل ار سمول بتحط ار كابيتال، او بدل ار كابيتال بتحط ار سمول، ما بتفرق. من الداخل بتكبر الار، او من الخارج بتنقصها، فما بتفرق هذا او هذا. حط بدل ار سمول ار كابيتال، شو بصير القانون هون؟ بصير اي تساوي رو ار تكعيب على ار تربيع،
بضل ار واحدة فوق على ثلاثة ابسلون نوت. او هون بدل ار سمول حط ار كابيتال اللي هي نفسها نفس الشيء. هذا وين؟ هذا على السطح. هذا وين؟ هذا اوت، هذا ان في الداخل. هاي يا شباب قوانين الكرة المصمتة العازلة. لاحظ انت في الامتحان راح يجي يقول لك، يذكر لك بشكل واضح، راح يحكي لك كرة عازلة نصف قطرها هو كذا، والرو اللي هي تشارج دنسيتي كويس بتساوي كذا، احسب مقدار الالكتريك فيلد على بعد كذا 5 سنتي. فانت بتطلع 5 سنتيمتر هل هي اكبر من الراديوس اذا انت في الخارج، اقل من الراديوس اذا انت في الداخل، وبناء عليه بتقرر اي قانون راح تختار داخل او الخارج. اوكي تمام. ظل عندنا فقط بس ثلاث اشكال اللي هم الاسطوانه الموصله والاسطوانه العازله والصفيحه. ونكون هيك خلصنا تقريبا ثلثين شابتر 24 بالاضافه لشابتر 23. الشكل الثامن اللي هي ايش؟ اللي هي conducting cylinder او cylindrical shell. نفس الاشي تكرار للكرة. الاسطوانة فيها ميزة جميلة، طبعا راديوس الاسطوانة هو R والطول تبعها هو انفينيتي، طبعا انفينيت سلندريكال شيل او كوندكتنج سلندر، يعني ما في ال هون. الاسطوانة لما تكون موصلة الشحنة على السطح الخارجي، السطح الخارجي الآن يمتاز بميزة جميلة زي ما حكيت لكم إنه في إلها طول يعني لامدا، وأيضا في إلها مساحة سيجما. فالأسطوانة إلها لامدا وفي نفس الوقت إلها إيش كمان؟ إلها سيجما، إلها التنتين. لكن أغلب الشغل بكون على لامدا، ولا بعلمكم كيف لو أعطاكم سيجما كيف تحولوها للامدا أو العكس. الآن راح يطلب مني أحسب الإلكتريك فيلد داخل الأسطوانة على بعد R وخارج الأسطوانة على بعد R وعلى سطح الأسطوانة ثلاث مناطق. فبنقول أول واحدة فيهم لما R تكون أصغر من R كابيتال، يعني وين؟ داخل الأسطوانة مباشرة. E تساوي 0، E تساوي 0، ما في مجال كهربائي داخل لا كرة ولا أسطوانة ولا غيره. أوكي. اثنين، لما تكون R أكبر من R كابيتال يعني اوت في الخارج. اي في هاي الحالة تساوي ما راح تكون، خليني بس اشتق، انا مش متعود احفظهم، خليني اشتق بس بشكل سريع. اي في 2 باي R تساوي لامدا في L بتروح ال L على ابسلون نوت. اوكي تمام. القانون هو لامدا على 2 باي ابسلون نوت في R بهذا الشكل. اوكي الآن إذا واحد منكم بس حب هيك يعني يرتب الموضوع أكثر، حكى طب أنا بعرف إنه واحد على 4 باي إبسلون نوت بتمثل كي، تمثل كي، واحد على 4 باي إبسلون نوت. إذا لو ضربت البسط باثنين والمقام باثنين راح نحصل على إيش؟ 2 ضرب كي، لأنه راح يصير تحت 4 هون وفي 2 في البسط. إذا شو بصير؟ 2 كي في لامدا على إيش؟ على آر. إيش هي آر؟ آر هي البعد عن الاسطوانه من الخارج. انا بتكلم هذا الكلام اوت، خارج الاسطوانه. خارج الاسطوانه لو نظرنا لها كانها بتشبه الرد، وبالتالي وين رجعنا؟ رجعنا على قانون الرد لما يكون طوله ايش؟ انفينيت. تذكروا
بس اورجيكم اياها. هيو لما اخذنا احنا الرود انفينيت رود نقطة هون، كأنه هذا الرود هو اسطوانة، لكن انه احنا كثير كثير هي انفينيت بتبين الريديس لها كأنه صفر. شو كان القانون؟ 2 كي في لامدا على واي، واي هي البعد عن السنتر تبع الرود، وهون ايش؟ ار هي البعد عن السنتر تبع الرود اللي هي نفس واي في هاي الحالة. اذا 2 كي لامدا على ار نفس الشيء. اوكي تمام. كي اللي هي طبعا 9 في 10 اس 9 ما تنسوا. طب لو طلب مني احسب الاي لما ار تساوي ار كابيتال على السطح نفسه، نقول في هاي الحاله اي تساوي على السطح at the surface of the cylinder، اي تساوي بدل ار سمول بحط ار كابيتال فقط، فبيطلع الناتج هو لامدا 2 باي ابسلون نوت ار كابيتال. تمام. طيب الان الاشكال، لو فرضنا مثلا في السؤال ما اعطاني لامدا، اعطاني سيجما، شو بنعمل؟ بنقول اوكي مش مشكلة، انا بعرف انه الشحنة على سطح السلندر شحنة ثابتة، فكيو هي نفسها كيو ما راح تتغير. اذا عملنا هاي الكيو على انها شحنة طولية، راح تكون كيو بتساوي لامدا في ال، طبعا ال بتساوي انفينيت، ما بصير تطلع بالقانون، يعني لازم تروح هاي ال. لو اعتبرناها شحنة سطحية راح تكون سيجما في الاريا، في المساحة. ايش هي المساحة الجانبية للاسطوانة؟ هي 2 باي ار في ال، وزي ما احنا شايفين ال هاي لازم تروح، ال ما ال بتروح. اذا شو بستنتج؟ انه سيجما تساوي لامدا على 2 باي ار. اوكي طيب لامدا على 2 باي ار، اذا بقدر استنتج انه اي تساوي على السطح مثلا، على السطح نفسه اي ايش بتساوي؟ لامدا على 2 باي ار هي عبارة عن سيجما، راح يطلع الناتج هو سيجما على ابسلون نوت. هاي في حالة السطح مثلا. في حالة الاوت على سبيل المثال ايش راح تصير؟ بدل لامدا على 2 باي ار بنحط سيجما. طب انا ما في عندي ار كابيتال هون، بضرب البسط المقام بار كابيتال، فايش بتصير؟ بتصير ار كابيتال في لامدا على 2 باي ار كابيتال اللي هي عباره عن سيجما، ار في سيجما مقسومه على ابسلون نوت في ار سمول، وهكذا. هاي الفكره، انه السيجما هي لامدا على 2 باي ار، او اللامدا هي 2 باي ار ضرب سيجما. اوكي هاي طريقه التحويل بينهم بدون حفظ، ما في داعي نقعد نحفظ، بس ايش افهم انه هاي كيو هاي كيو. تمام بقي عندنا الان الاسطوانه المصمته. اللي هو الشكل رقم 9 اللي هي انفينيت سوليد انسوليتنج سيلندر. تشبه إلى حد كبير الكرة العازلة اللي هي كان رقمها 7، بس هاي اسطوانة طبعا انفينيت لازم تكون زي ما اتفقنا. طبعا لما تكون انفينيت وعازلة، هاي هذا هو الراديوس اللي هو ار، ما في هون لامدا وسيجما خلاص، الشحنات كلها وين موجودة؟ في الداخل على شكل رو، على شكل رو. طبعا راح يطلب مني احسب المجال الكهربائي داخل وخارج طبعا على السطح، فبنقول واحد لما ار اصغر من ار كابيتال، يعني انسايد اي تساوي، بدي انا بس اورجيكم هيك نحط قدام عينينا
القانون تبع الكرة، القانون تبع الكرة انسايد ايش كان؟ كان رو في ار سمول على 3 ابسلون نوت. هذا راح يكون رو في ار سمول على 2 ابسلون نوت. خليني بس اتاكد انا بصدق يعني مش حافظهم. القانون هو اي 2 باي ار في ال تساوي، انا قاعد اطبق قانون جاوس عليهم، رو في 4/3 باي ار تكعيب على ابسلون نوت. ار بتروح مع هاي بضل 2، تمام. ال بتروح، انا بتكلم عن اسطوانة وقاعد بعوض في حجم الكرة. 2 باي ار في ال تساوي رو باي ار تربيع في ال على ابسلون نوت. ال والار بتروح مع ال والار، والباي مع الباي بتروح، اذا ايه راح تساوي رو في ار على 2 ابسلون نوت. بالضبط زي ما كتبت لكم اياها، صحيح تمام. اذا هذا في حاله السلندر انسايد. اذا الفرق بينه وبين الكره ان الكره 3 هون 2، اوكي. بس حبيت انك تقارن بينهم حتى تسهل الحفظ على حالك. للاسف انت مضطر تحفظ هاي الاشياء، بدها حفظ لان السؤال بيجي مباشر عليها. الشباب اللي كانوا اليوم يسالوا على الموقع على الفيسبوك، اللي كانوا يسالوا انه انا عندي سلندر، ايش حل هذا السؤال؟ سلندر وفي عليه سيجما وفي عليه كذا، خلاص مجرد ما تشوف القوانين هاي بصير تحله بشكل مباشر جدا. اوكي، بس طبق على هاي القوانين. 2 ار اكبر من ار كابيتال، ار اكبر من ار كابيتال ايش راح يكون؟ اي اوتسايد راح تساوي رو في ار. ايش كان في حالة الكرة؟ كان رو في ار تكعيب على 3 ابسلون نوت ار تربيع، شايفين؟ طيب اوت كان رو في ار تكعيب في حالة الكرة على 3 ابسلون نوت ار تربيع. احنا هون شو راح يكون؟ راح يكون رو في ار تربيع على 2 ابسلون نوت في ار، ار واحدة. يعني كأنه نفس القانون بس الثلاثة نقصنا منها واحد صارت 2، الثلاثة اللي فوق صارت 2، الاثنين صارت 1، تمام؟ اوكي. ايضا خليني اثبت منه اي في 2 باي ار في ال بتساوي رو في باي ار تربيع على ابسلون نوت. الباي مع الباي بتروح، والال طبعا مع الال بتروح. 2 ار راح يكون في عندي هون 2 ار ابسلون نوت فوق رو ار تربيع، اذا اكيد صحيح 100%، تمام ممتاز. الان هنشيل تبعت الكره خلاص. لو طلب مني على السطح نفسه، على سطح الاسطوانه، يعني لما ار تساوي ار كابيتال في هاي الحاله شو بنقول؟ اي تساوي على السيرفس بدل ار سمول بنحط ار كابيتال سواء فوق او تحت. لو حطينا ار كابيتال هون راح تروح مع واحده من اللي فوق، راح يصفي عندي رو في ار كابيتال على 2 ابسلون نوت في حاله السطح، تمام. مرة أخرى بنحكي للأسف مضطرين نحفظ هاي الأشياء. الشكل الأخير، الشكل الأخير، هاي الأشكال كلها من شابتر 24، لكن زي ما أنتم شايفين هي امتداد ل 23، هي شوية أشياء بدنا نحفظها. آخر الشكل اللي هو إيش؟ اللي هو إنفينيت بليت. إنفينيت بليت، بليت يعني صفيحة لكنها إنفينيت، يعني مساحتها لا نهائية بهذا الشكل. لنفترض ان الشحنة تبعتها هي شحنة موجبة، طبعا توزيع شحنات عليها توزيع سطحي يعني سيجما راح تكون. الان المجال الكهربائي الناتج عنها في هون في هاي النقطة او على الطرف الاخر ما بتفرق، على بعد r في هاي الحالة e تساوي سيجما على ابسلون نوت. ايش بتلاحظوا؟ بنلاحظ انه e لا تعتمد على r، يعني r
كانت صغيرة كانت كبيرة ما راح تفرق. اي بتساوي سيجما على ابسلون نوت، سيجما ثابت وابسلون نوت ثابت، اذا اي اللي بينتج عن الصفيحة شو راح يكون؟ راح يكون ثابت يعني منتظم. تتذكر لما اخذنا المجال المنتظم قلنا انه الاي تساوي مقدار ثابت، ابتعدنا او اقتربنا ما راح يتغير شيء الان. بس ما كان في عندي قانون واضح بقدر منه احسب قيمة الاي، الان صار واضح. اي مرتبطة بسيجما اللي هي كمية الشحنة اللي على السطح في وحدة المساحة. الآن من الحالات الخاصة اللي ممكن تيجي على هذا السؤال، تتذكروا المثال اللي أخذناه في شابتر 23 اللي هيك كان شكله؟ يا ريت انكم ترجعوا له. المطلوب كان find اي، حسبنا اي، طلعناها اي، طلعت معنا رقم. مثلا اعتبر اي بتساوي مثلا 500، طلعت معي. تخيل الآن المطلوب مش find E، find إيش؟ سيجما. بعد ما أحسب E بكمل الحل، بقول E تساوي سيجما على إبسلون نوت، ويساوي أو يعني سيجما بتساوي إبسلون نوت ضرب E، وأنا بعرف الـ E بطلع قيمة سيجما. إذا أول تريك راح نستفيده من معرفتنا لقانون E للصفيحة إيش هو؟ هو اني اقدر اعرف سيجما في هاي المسألة. هاي اول حالة ممكن انا استفيد منها من معرفة هذا القانون. امر اخر، شيء ثاني، تفرجوا. لو كان في عندي صفيحتين جنب بعض، هاي الترك الثاني على هذا الموضوع. لو كان في عندي صفيحتين، الصفيحة الأولى هي سيجما موجب سيجما والثانية هي سالب سيجما، طلب مني أطلع الإلكتريك فيلد هون في هذا المكان بين الصفيحتين عند النقطة A أو عند النقطة B خارجهم. شو بنعمل؟ بعامل الصفيحة معاملة الشحنة النقطية، يعني بقول إنه النقطة A بيأثر عليها شحنتين، إذا لازم نطلع اتجاه المحصلة عشان نقدر نحسب مقدار هاي المحصلة. إذا أنا في عندي محصلة مجالات، فإيش بحط هون؟ موجب صغير عشان أطلع الاتجاهات، اتجاهات حسابات محصلة. موجب مع موجب تنافر، هذا هو المجال الكهربائي الناتج عن الصفيحة الموجبة. طيب سالب مع موجب تجاذب، أيضا نحو اليسار هو اتجاه المجال الناتج من الصفيحة السالبة. مش أول خطوة اتجاهات، هاي اتجاهات. خطوة ثانية حسابات بحسبهم. لكن الصفيحة الموجبة قانونها هو الصفيحة الموجبة لحالها. شو قانون الصفيحة؟ هاي قانون الصفيحة، هاي سيجما على ابسلون نوت. سوري 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 سوري، انا كاتب على ابسلون نوت، سيجما على 2 ابسلون نوت. سوري سوري، سيجما على 2 ابسلون نوت. طب والصفيحة السالبة شو القانون تبعها؟ سيجما أيضا على 2 إبسلون نوت، لأنه السالب لا يعوض، السالب الاتجاهات. طيب إي عند النقطة إيه محصلتهم راح تكون جمع ولا طرح؟ راح تكون جمع، إي الموجب زائد إي السالب. سيجما على 2 إبسلون نوت زائد سيجما على 2 إبسلون نوت شو راح يعطينا؟ راح يعطينا 2 سيجما على 2 إبسلون نوت. يعني باختصار شديد سيجما على ابسلون نوت كأنه هاي يعني نتيجة مهمة جدا، اللي هي المجال الكهربائي بين صفيحتين لهم نفس قيمة السيجما، واحدة موجب واحدة سالب. سيجما بدون 2، يعني كأني ضربتها باثنين بتنشال الاثنين اللي تحت. تمام؟ اوكي، عند النقطة بي الآن قيمة الـ E بلس و E ماينس راح تكون نفسها، ما راح تتغير لأن هذا مجال منتظم. بس خلينا نشوف الاتجاهات، نحط هون الموجب. الآن الصفيحة الموجبة مع الموجب هي تنافر، الصفيحة السالبة مع الموجب هي تجاذب، فمحصلتهم راح تكون طرح، راح يطلع الـ E عند النقطة B تساوي زيرو. طرحهم من بعضهم أصلا متساويات، حاصل طرحهم بيساوي صفر. إذا شو بحكي؟ في مجال بين اللوحين بس ما في مجال خارجهم. الترك الأخير اللي بدنا نحكيه عنها في هاي الحالة، اخر تريك، انه لو نفس السؤال اجى هون مثلا صفيحتين، لكن مثلا هاي كانت سيجما وهاي كانت سالب 2 سيجما،
مش قد بعض، او هاي 3 سيجما وهاي سالب 2 سيجما، او هاي موجب وهاي موجب مثلا، تنتين بيكونوا موجبات. في هاي الحالة مثلا بدنا في المنطقة اللي بينهم على سبيل المثال نحط موجب صغير عشان الاتجاهات، الصفيحة الموجبة راح تكون يسار والسالبة راح تكون يسار، فحاصل محصلتهم هي حاصل جمعهم. الآن هاي نقطة ايه، بنقول الموجب الصفيحة الموجبة قانونها سيجما، لأن قيمتها سيجما على 2 ابسلون نوت. طيب الصفيحة السالبة هي مقام 2 ابسلون نوت زي ما هو، لكن ايش 2 سيجما بدون معوض السالب، لأن 2 خلي الاثنين موجودة، خلي الاثنين 2 مع 2 نشطبوها. اي عند النقطة ايه، اذا ايش راح تساوي؟ مجموعهم مع بعض سيجما على 2 ابسلون نوت زائد 2 سيجما على 2 ابسلون نوت موحد المقامات، خليها 2 ابسلون نوت موحدين جاهزين، سيجما زائد 2 سيجما بيطلع الجواب 3 سيجما على 2 ابسلون نوت، وهكذا. لا نبدا شكل، حط هاي موجب وهاي موجب، بس شوف كيف الاتجاهات وهكذا، وبيطلع معك اي سؤال بدك اياه. اوكي تمام، هيك بنكون تقريبا خلصنا هذا تشابتر 23، هو اكيد خلص، لكن بس اللي بقي عندنا نتكلم عن الالكتريكال فلكس في تشابتر 24، وشوية هيك تركات على قانون جاوس لما يكون في عندي كرتين داخل بعض وهكذا. هاي راح نحكي عنها المرة الجاية ان شاء الله. اوكي، يعطيكم العافية.